اهلا وسهلا مجددا استاذ ادريسي، انت عضو مجلس هيئه المحامين بالرباط. تكلمنا في الجزء الاول على تقييمكم للحركه الاحتجاجيه المعروفه بجواز الصحي داخل المحاكم، فالجزء هذا غادي نتعرفوا يعني على الدور ديال الشباب وهذه المواقف، خصوصا على ضوء البيان او البلاغ الاخير ديال فيدراليه المحامين الشباب والدعوه ديالهم مجددا للاحتجاج من اجل عدد من المطالب ديالهم. كنقدروا نقولوا على انه 80% كان هذا الربح وهذه التعبئه وهذه الكلمه الوحيده اللي غتفيد في المستقبل بزاف، ورجعت الكثير من الرمزيه ديال مهنه المحاماه، وربحت حتى واحد التوافق اللي ولا ما بين الشباب، لان الشباب ربما عرفتي دخلوا لنا اعداء كبيره للمحاماه، طبعا لسبب معين هو محاوله تمييع عدم المشهد المهني، ولكن لاحظوا على ان الشباب ولو هما القوه اللي تتحرك هذا الجسم المهني من خلال تبني مواقف، من خلال النزول للميدان، من خلال مجموعه من لكن هذا الشباب الان يعارض القرارات ديال المكتب، وكيعتبر بانه الى حد ما انها خيانه للمسار النضالي خلال واحد اسبوع ولا اكثر من اسبوع، وبالتالي فيعتبر على انه هذا الاتفاق ديال جمعيه المحامين لا يعني، ومستمر في النضال ووضع واحد الاشكال الاحتجاجيه كبيره. هو فعلا هذا الامر يجرنا نقولوا الشباب، نقولوا من ناحية المؤسساتية اللي هو الفيدرالية اللي تضم جمعية المحامين الشباب على مستوى جميع الهيئات، كان نطاق مؤسساتي في الفعل اللي خدا هاد المبادرة ودار الوقفة، وكان عندهم واحد السقف في المطالب وفعلا كان حتى بالنسبة للاتفاق دار واحد البلاغ مؤخرا اللي انتقدوه. أنا سنعتبر على أن الجمعية اللي هي الممثل الوطني الواحد هي اللي عندها اختصاص جمعيه هيئات المحامين المغربيين، اللي عندها الاختصاص انها تدبر الامور الشان المهني على المستوى الوطني، لان تستمد القوه ديالها ليس فقط انها جمعيه، ولكن تستمد من ديك 17 هيئه اللي منظمه بمقتضى قانون المحاماه، وكل وحده عندها نقيب ومجلس، هما اللي تيكونوا هذا المكتب الجمعيه. بالتالي راه ما يمكنش على ان تنظيم شبابي انه يناقش مع الدوله ولا يتفاوض معها في مسائل متعلقه بالشان المهني العام. هاد الناس هاد الشباب اللي فعلا كانوا وقود المعركه والدور ديالهم لا يستهان به والادوار ديالهم المستقبليه راه خص تكون اكبر، هاد الناس هادو داروا الدور ديالهم في اطار هاد التعبئه، داروا الدور ديالهم في اطار على انهم داروا واحد الحركيه، ولكن التفاوض والحلول يجب ان تراعى فيه مجموعه من الاشياء. جمعيه المحامين المغرب راه ما تتقومش فقط على الادوار المهنيه، راه عندها واحد الدور سياسي مهني، راه تدير واحد شويه التوازنات، راه تتعرف الاكراهات، راه ما يمكنش حنا نحققوا جميع المطالب. ثم هذه المساله اللي تنأكد عليها دائما، هذه معركه وحنا يلاه بدينا المعركه تقريبا في الاسبوع بدايه الاسبوع الثاني تحلت هذه المعركه، هذه منين حنا تنبداو واحد المعركه وتنحاول وتندخلوا في تفاوض من اجل الصلح في البدايه ديالها، ما يمكنش نفرضوا جميع المطالب ديالنا والشروط ديالنا. يعني كيكون توافق، كنا سالينا الحرب ولا المعركه وخرجنا منتصرين ديك الساعه ممكن وانت يلاه بهذه المعركه وتحققوا لك مجموعه من المكاسب، ما فيها ما دير واحد التراجع تكتيكي. ولكن ما كنشوفش ان ربما حتى النقص في التواصل عند الجمعيه، المفروض ان الجمعيه فعلا كتمتى 17 هيئه، ولكن راه عنده واحد القاعده شبابيه كبيره اللي اعتبرتها كانت هي الوقود ديال هاد الحراك ديال المحامين، المفروض انها تواصل معهم تجلس معهم. نقدر نقول لك، شوف نقدر نقول لك اول حاجه، ان الناس القياديين في هذه الفيدراليه هذو كلهم اعضاء مجالس الجمعيات، وكلهم عارفين توصل لهم نقيب شنو دار في المكتب ديال الجمعيه، بالتالي راه كان عندهم التواصل، كانوا معلومين بالاجراءات اللي تدار والاكراهات اللي كاينه. ولكن تلاحظوا ان الفيدراليه، وانا تنحييها لانها راه كانت فيدراليه تقريبا كانت واحد الوقت مجمده، دابا راه ولات متحركه، وانا تنهنيهم على الحركيه هذه، ولكن تنقول على انه شوف كاين مسائل التفاوض ما خصش يكون مع بزاف الاطراف، حتى هما المسؤولين القضائيين ولا وزارات العدل ما يمكنش تفاوض معها الجمعيه، يعني تفاوض المفروض على ان حتى التحركات ديالها يجب ان تكون في تنسيق مع الجمعيه، راه ممكن تهبط، منين تهبط خص تنسق مع الجمعيه، ماشي بطريقه اللي غتكون تتعارض مع توجهات الجمعيه، والا شكون هو المخاطب؟ هاد الناس اللي بغاو يديروا اتفاق شكون اللي مخاطب؟ راه مخاطب اللي هو المشروع، اللي هو الجمعيه اللي تتمثل الهيئات اللي هي عندها صبغه قانونيه، اما الفيدراليه راه مجرد جمعيات. كاين حاجه اخرى في هذا الشيء ديال الفيدرالي، هي
راه كاين عندنا تنظيمات مهنيه قويه غير رسميه ماشي الفيدراليه. عندنا جمعيه هيئه المحامين الشباب ديال الاستاذ بن الشيخ، عندنا نقابه المحامين المغرب الاستاذ مروني اللي عندها حتى هي باع طويل في النضال وفي ما فهمتش المنتدى ديال المحاميات. المنتدى المحامي احنا نقولوا كاع الجمعيات اللي قويه اللي حاضره في الميدان كان ممكن يكون تنسيق. علاش انا كفيدرالي غنتاخذ الموقف واخا بغينا ناخذو كموقف غير رسمي نجمع هاد الناس؟ ودارت مثلا في اطار واحد الملف ضريبي كانوا داروا التنسيقيه باش منين تتبل تدير واحد النضال تيكون تتكون عنده واحد التعبئه شامله. نعم، في واحد الوقت من الاوقات اثيرت المساله الخلفيه ديال التحرك ديال هاد الفيدراليه، البعض قال بانه ربما مخترقه من قبل التنظيمات رغم انها مهنيه، ولكن تطرح هاد الامر فعلا. هاد مطروح وتبقى تتبقى كل شيء ممكن، ولكن الا درنا هذه المساله ربما غادي نحاولوا ما امكننا نقصوا من حجم النضالات والتضحيات اللي داروا هاد المحامين الشباب. ولكن كما بغى يكون الحال حنا تنفترضوا حسنيه وتنعتبروا على ان النضالات هي مهنيه قحه وعلى ان الناس ناضلوا من اجل ان تكون المحاماه قويه بغض النظر على اي انتماء سياسي. نعم، ناضلتوا من اجل يعني وانتصرتوا في المعركه هذه من خلال الان واقعيا تقريبا الامر ديال المراقبه موكول لاعضاء المجالس، ولكن واحد الفئه اخرى اللي معنيه بالامر هي المتقاضين. يعني واش كانت هاد المعركه هذه فئويه خاصه بالمحامين في ظل غياب المتقاضين اللي تكلمت عليهم من قبيله وديال ضياع حقوقهم من الاساس، وبالتالي فشنو الدور ديالكم كمحامين من اجل الدفاع على حق المتقاضين في الولوج السلس والمستنير للعداله؟ تماما. اولا انا الا لاحظتي في البدايه قلت لك على ان قبل ان يفرض هاد الجواز التلقيح على مجال العداله جمعيه هيئه المحامين المغرب كانت واضحه في بيان برشيد وقالت على ان هذا الجواز غير قانوني ومخالف للدستور وينتقص من الحقوق والحريات التي يضمن لها الدستور والاتفاقيات الدوليه. ياك اذا هي من الاول ماشي مطالب فئويه، احنا ما كناش ممسين ودافعنا على المبدا اللي تطبق على المواطنين جميعا، ولكن كما بغى يكون الحال تنقول على انه احنا المبدا رصيناه ومازال غنضلوا عليه. الان فرضنا ماشي نحيدوا ما حيدناش الدوريه، واش واحد دابا واش تقول لك علاش خصنا نلغيو الدوريه؟ هاد الغاء ديالها تيطلب امور اخرى، ترافع اكثر، تيطلب ترافع اكثر، تيطلب على ان القانون فاش كان تيدار كان خصنا ندخلوا ونطلبوا ان العداله تكون مستثنات بحالها بحال التعليم بحال المستشفيات بالنسبه للمرضى. كان ممكن على اننا نطالبوا بترسيخ قانون ديال الدفع بعدم دستوريه القوانين باش هذا القانون نقدروا ندفعوا بعدم الدستوريه ديالو وما يطبقش. اذا هو ترافع على مستوى اخر. بالنسبه للمواطنين الان الدوله راه تقوم بتدبير هذا القطاع، حنا حصلنا على مجموعه من المكاسب طبعا ماشي كلها، تنظن على اننا حققنا الاهم في هذه المعركة. راه خاصنا نكونوا مجتهدين، خاصنا نكونوا قوة اقتراحية، قوة نضالية اقتراحية من أجل التعديل، خاصنا نطرقوا البيبان، خاصنا نستعملوا التواصل مع البرلمان، خاصنا التواصل مع الحكومة، خاصنا نعطيو بدائل، ما نبقاوش نديروا فقط غير رد الفعل، ومين ما عجبناش هاد رد الفعل نخرجوا في إطار الوقفات، لا. هو النضال هو منظومة فيها مجموعة من الأشياء، فيها الاقتراح، فيها الدراسة، فيها التشاور. وعاد فيها طبعا في هذا النضال الميداني وما الى ذلك. بالتالي سنعتبر على انه هذه المناوره النضاليه المهنيه هي كانت مهمه من اجل ان تفتح لنا مجموعه من الافاق بخصوص المعارك الجايه، واكيد على ان بزاف الناس ما كانش عندهم كاع اهتمام بمحامين عندهم الشان المهني، الان بعد هذا الشيء ولا عندهم هذا الوعي، وهاد الشباب اللي كانوا داخلين تالفين هذه المهنه تيقولوا حنا شنو نديروا هنا، ولاو عارفين ان هذه المهنه واحد المهنه اللي عندها واحد الرمزيه عندها واحد التاريخ وهي مهنه توحدنا وعندنا ماضي وحاضر ومستقبل مشترك ويجب ان نناضل. بالتالي هاد من غير هاد وحده الصف كان حتى اعاده الاعتبار للوعي المهني لدى الجميع، وهذه مساله من اهم المسائل اللي ربحنا في المعركه. استاذ خالد الادريسي وانت عضو مجلس هيئه المحامين بالرباط وعضو مكتب جمعيه هيئه المحامين بالمغرب، شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء فرصة أخرى. مرحبا شكرا جزيلا لك.